من بغداد أحييكم مشاهدي التغيير، أنا أطل عليكم من جديد قضية وحديث عراقي في أهم المستجدات. مشاهدينا الكرام، الصورة الآن في العراق بكل تجلياتها مؤسفة ومؤلمة، والكل كان يتمنى أن لا تصل إلى مثل هذه النتائج. معارك بين المتظاهرين وبين الحكومة، بيانات في كل يوم عن شهداء وعن جرحى بالعشرات. نريد أحدا يقول لنا الحقيقة، هل هي معركة بين طرفين؟ هل هي معركة بين خصمين؟ لماذا هذا القتل في الطرفين؟ وإذا ما استمر الأمر في هذا الشكل وبهذا الشكل وبهذا الإصرار بين المتظاهرين والحكومة، إلى أين ستصل هذه الأحداث المؤسفة؟ يسقط هنا منتسب في القوات الأمنية وهو فرد من الشعب، يسقط هناك متظاهر وهو من الشعب. من يغذي هذه الصورة؟ من المستفيد من حالة الفوضى التي تحصل والقتل والدمار؟ ماذا يجري في كربلاء؟ ماذا يجري في الناصرية؟ ماذا يجري في بغداد؟ لماذا أوغلت الحكومة في مشروع القتل في هذه المناطق وبالذات المناطق الجنوبية التي عاشت كل عمرها تتأمل يوما أن تمنح حريتها، واعتقدت أن هذا هو المكان والزمان المناسب لتقول قولتها، وعندما خرجت لتعبر عن رأيها كما أوهمت أنها بموجب الدستور وموجب القوانين محترمة قتلوا. وهذه ليست المرة الأولى التي يقتل فيها المتظاهرون، وهذه ليست المرة الأولى التي تكذب في هذه الحكومات المتعاقبة على شعبها، على شعبها أنها تحمي المتظاهرين وأنها مع الدستور وأنه حق قد كفله القانون. أي قانون؟ ويوميا يسقط العشرات من الشهداء. ما معنى خلال 16 يوما 300 شهيد و15 ألف جريح؟ من هو الشجاع الذي يقول أنا أتحمل المسؤولية وأتحمل هذا الدم؟ هذه الصورة وما يرافقها من معاناة أحاول أن أفككها وأستفهم ماذا يجري مع ضيفي في هذه الحلقة السياسي المستقل الأستاذ عزت الشابندر. أهلا وسهلا أستاذ عزت. حياك الله. من بداية الأحداث احتاجيت أن ألتقي مع حضرتك لأنني تعودت على هذه الصراحة، لأنك تقول ما لك وما عليك، ولذلك أنا سأبدأ منك. كل الزعلانين منك، إحنا والجمهور زعلان منك، لأن في لقائك بإحدى القنوات قلت الوطن أهم من الدم، وإحنا سنين عاضين لشاديشنا بحلوقنا ونصيح بالروح بالدم نفديك يا عراق نموت ويحيى الوطن، وعدنا الوطن أهم من شيء. تجبت لنا اليوم مفهوم قلبت فيه كل المعادلة، شنو الموضوع؟ أول شيء شكرا لك ولقناة التغيير، وثانيا ندعو الله عز وجل أن يتغمد برحمته كل الشهداء الذين سقطوا على هذه الأرض جراء هذه الانتفاضة المقدسة في مطالبها، ودم الشهيد المنتفض ودم عنصر الأمن في العراق هو دم واحد، هو دم عراقي، وهذا حريص على العراق والآخر حديث على العراق. هي مو معركة بيناتهم، هي مفتعلة، ويجب أن نبحث عن هذا الجن الكامن وراء ما يحصل. الجن الكامن وراء ما يحصل. الزعل أنا ما أدري ليش زعلت. أنت ولوحظ أنه أنا أول مرة وهاجم بهذا الكم الفظيع من الذباب الإلكتروني كما يسمى، وفي وسائل التواصل الاجتماعي على موضوع لا اجتهاد فيه، لا اجتهاد فيه أبدا. يعني لا نحتاج إلى أن نناقش بعض أنه هاي الكلمة العبارة صحيحة أو لا إطلاقا. أنت الآن أنت هسه قلت، حضرتك قلت من يوم كنا حاطين دشاديشنا بين أسناننا نقول بالروح بالدم
نفديك يا عراق، يعني العراق أهم من الدم. ليش زعلوا؟ نعم الوطن أهم من الدم. الأمم ليش تسوي جيوش وممكن حتى تحمي الوطن ويمكن تراق دماءها؟ مو صحيح. هذا البطل اللي لخص شعار نزوله إلى الشارع إيش قال؟ حط على السطر أريد وطن، وهو يدري يمكن يصاب ويراق دمه بس شجاع مستعد. إذن الوطن أهم من دمه. أنا أريد تساعدني ويعطي دمه من أجل الوطن حتى يبقى 100% الوطن. أحسنت. فالوطن أهم من الدم، الوطن أهم بدليل أننا مستعدون لأن نعطي ونعطي ونعطي من دمائنا كي يبقى الوطن. أنا راح أسأل، ما هو السر بهذه الهجمة المنظمة على عزة الشابندر بسبب عبارة لا تقبل الاجتهاد؟ يعني شلون يقال لا اجتهاد في موطن النص، النصوص المقدسة طبعا، ولا اجتهاد في موطن النص الذي قلت الدم اللي أريق من طرفين، من المتظاهر ومن القوات الأمنية. أبو الأمن قبل يكون أبو أمن ويقوم بمهمته الأمنية ويدري ممكن يراق دمه، لكن هو كان مستعد قبل أن يراق دمه من أجل حفظ أمن الوطن. والمتظاهر أيضا رفع على صدره أريد وطن ويدري ممكن يصاب ويستشهد. وين الغلط في أن الوطن أهم من الدم؟ ولذلك أنا دائما أسأل، كيف نميز بين المندس والصادق؟ كيف نميز بين الطبقة المظلومة ذات المطالب الحقيقية والمندس هكذا صدقا؟ يعني أنا حينما أتكلم مع صاحب مطالب صادق 100% أقول له يا ابني الوطن أهم لو دمك؟ يقول لي الوطن أهم من دمي. إذن من هي هذه الطبقة التي تثير هذا الغبار وهذا التهديد والوعيد؟ تريد أن تقول أنا استهدفت من قبل الجيوش الألكترونية، المجيشة من قبل جهات لا تريد لهذا الوطن خيرا، كلمة واحدة. هل بسبب لقائك الأخير مع السيد رئيس الوزراء؟ أحسنت. وفي هذا اللقاء الأخير أنت كنت مهديا وكنت حكوميا أكثر من الحكومة نفسها، إلى الحد الذي جعلنا نستشعر أو يأخذنا الظن، وإن كان بعض الظن إثما، أنك قد وعدت بمنصب أو تطمح إلى منصب أو سيأتيك منصب، كما كنت تقول قبل قليل إنه الجن. نعم. مداخلتك هاي وتعليقك بموضوعين. الموضوع الأول، قبل الموضوع سؤالي كان ما هو سر هذه الهجمة على موضوع منطقي لا يختلف عليه اثنين؟ جوابي أن مو الجهة الصادقة في التظاهر والمطالب هي اللي استهدفتني، وإنما الجهة التي نخشى منها على المتظاهر، من الجهة التي نخشى منها على أهداف المظاهرة أنا استهدفت. الاستهداف مو من شان هذه العبارة، العبارة منطقية وواقعية 100%. الاستهداف إجا بسبب هذا اللقاء المعلن بالسيد عادل عبد المهدي في مثل هذا الظرف الحساس. عرفوا أن فلان دخل على الخط، لأن أنا شايفة هواية لرئيس الوزراء، لكن لقاءات غير معلنة، هالمرة أعلن. النقد جاء طبيعياً، وسوف أستدلل بقضية أو أدللها بقضية. التقيت كثيرا بالسيد عادل عبد المهدي، لم يعلن، ولكن خطط لهذا اللقاء أن يعلن إعلاميا في رسالة أردتم أن تصل إلى الآخر.
شنو مفاد الرسالة إذا أنت عندك هذا ال... كما أنت بدأت بحديثك أنه قد حضر فلان وحضور عزة الشابندر، بمعنى أنت تعتقده أو الآخر أيضا يعتقدونه أنه قد وصلنا إلى مداخيل للحل، لا. وهذا قد لا يرضي الطرف الذي شن الهجوم عليك. هيك ممكن نفهم؟ ممكن أصيغها بنفس المضمون بس بطريقة أخرى. الجهة التي لا تريد لهذه التظاهرة أن تحقق مطالبها لا يسلها دخول شخصيات غير محسوبة على الحكم في الأزمة. بصراحة المتظاهر الشارع خلينا نكون صادقين يكره الحكومة ويعمم الفساد بشكل همين أحيانا غير منطقي، لكن عند الحكومة شلع قلع. حينما تدخل شخصيات ما محسوبة على النظام السياسي وما محسوبة على الحكم ولا يوم أخذت موقع تنفيذي، معناته دخول عنصر جديد على الأزمة ممكن أن يفككها. أخوك عزة الشابندر وأنت الشاهد ومعاك مو مع غيرك، لا يوجد أقسى مني في نقد النظام ونقد الشيعة وباستحقاق. وباستحقاق أنا معك، قلت سخم الله وجوهكم بيضت وجه صدام. أنا معك قلت، أنا معك قلت لو كنت بهذا الوعي اللي أستطيع أن أدرك الأمريكان راح يوصل للعراق وينتجون هذا النتاج لوقفت مع بلدي ضد الغزو الأمريكي للعراق، صحيح ولا؟ ومعي قلت عندما سألتك من جاء بعبد المهدي قلت لقد جاء به الله. نعم، أنا مش مع رئيس مجلس النواب ولم يكن صوتي مع رئيس الجمهورية، ولكن امتدحت وأثنيت على الطريقة التي جاءوا بها، قد جاءوا بطريقة ديمقراطية. إلا رئيس الوزراء لم يأتي بسياق ديمقراطي. قلت لي بنين إجا؟ قلت لك الله جابه، وبعدين قلت لك نزل بالباراشوت. أنا مو مع الطريقة التي جاء بها عبد المهدي، ولذلك أنا لا أصف مع عادل في هذه الأزمة، ولا أعتقد أن عادل عبد المهدي هو الطرف في هذا الصراع. أرجو أن تكون معي في تشخيصي لحقيقة الأزمة. الأزمة بين شريحة مظلومة مسروقة حقوقها، عندي ألف دليل على أنها صاحبة حق، الطرف الآخر مش عادل، الطرف الآخر منظومة الطبقة السياسية التي قادت النظام منذ العام 2003 وقننته بديمقراطية مزيفة في 2006 حتى اليوم. ولكن عادل لم يكن طاريًا عن هذه المنظومة، هو لم يولد فجأة، له تاريخ سياسي في هذه المنظومة. أنا شخص ضمن وله مناصب متعددة في هذه المنظومة. ما يخالف. وقبل أن يكون ممثلا لهذه المنظومة بالمنصب الذي فيه. لا، مش ممثل، مو هو هذا الفرق. أرجع أقول أكو شخص وأكو كتل. هو إجا كم مرة بوزارة واستقال، تدري أنت مرتين، لأنه ما يعجبه كيف تسير الأمور في هذه الوزارة. وحتى حينما قبل أن يكون رئيسا للوزراء يقول أنا استقالتي بجيبتي، يعني مو شاري للمنصب، لا ما أريد أدافع عنه، لا عندي عليه ألف ملاحظة. الموضوع أنا أريد أفكك المعادلة بطريق صحيح كما أسلفت في بداية الحديث. أنا أريد أشخص من هي الأطراف، أطراف الصراع، أطراف الأزمة. أطراف الأزمة من كفة الشارع هي تلك الشريحة المظلومة بكل شيء. الطرف اللي قابلها هو الكتل السياسية التي دائما تعصر حالها وتجيب لنا رئيس وزراء
وتجيب لنا وزراء. مرشح التسوية. مرشح التسوية ووزراء المحاصصة. فأنا أقول هذا الواقع الفاسد والظالم هو نتاج 16 سنة من زين. شغل الكتل السياسية زين. هو مو نتاج عادل. هسه حتى إذا نريد نقول عادل هم إلى دور لأن هو جزء من المعادلة إيش قد نسبته، ولكن إذا نريد نوصف توصيف عام هو نتاج الكتل زين. أنا أريد أقول للشارع يا شارع يا مظلوم خصمك هذا مش هذا، هذا التفكيك يسهل الحل. أنت تدري حينما تختلط الأمور وتشتبك الأشياء ويبدو لنا أن لا حل لها، ماكو حل إلا أن نبدي نفكك العقد ونقوم نفرز نقول هذا موضوع مهم وهذا أنت الآن كأنك أهم. أنت الآن كأنك تقاضي الجميع وتنسب الأخطاء كلا حسب جدوله الزمني ووقته. أنت تقول السيد عادل عبد المهدي لا يتحمل كل المسؤولية على مدى 16 سنة ولكنه جزءا منها، جزء من العملية السياسية، جزء من العملية. ولكن الذي سيتحمله السيد عادل عبد المهدي خلال أكتوبر لوحده يفوق من الجرائم التي كانت فظيعة في عهد الحكومات السابقة. الآن في عهد السيد عادل عبد المهدي دماء، الآن شهداء، الآن 15,000 جريح، الآن أكو قضية أخطر من قضية الفساد هو عندما تتورط بدم شعبك. هذه الآن أنت كيف يمكن أن تفككها؟ كيف يمكن أن تدافع بها عن السيد عادل عبد المهدي؟ لماذا أوغل هذا الرجل في هذا المشهد؟ أنا مو محامي عن عادل عبد المهدي. اثنين، أنا ما يجوز أنسى المطالب التي خرجت من أجلها وأتمسك بشنو؟ بالمضاعفات والتداعيات التي حصلت بسبب خروجي من أجل تحقيق المطالب. الدم مقدس، الدم شريف، والدم اللي سقط هو دم حكومة ودم شعب، كله صحيح هذا الكلام، وإله ملابسات. هذه الملابسات لا يمكن أن تكون عذر لأن تسفك قطرة دم واحدة، ولكن يجب أن نبحث ذلك. أنا أسألك سؤال. القتل العمد مثل قتل واحد اجت شظية ما أدري منين ما كان مقصود فيها يخفف عنه الحكم. أحسنت، بارك الله فيك. فإحنا نجي لهذا القتل لما نريد نحلل ليش صار. إذن هذا قتل غير متعمد. أكيد. هيك نفسر. تدري شو أقول أنا؟ أكو أنت بكل أمم الحضارة والتحضر مو أكو قانون للتظاهر؟ يرسم حدود المظاهرة، يحدد وقتها، هم يحددون المكان، الحكومة تقول له هذا مكان يعطل الحياة اليومية، هذا مكان ما يعطل، هنا صح هنا غلط. في كل أمم الدنيا المتحضرة يوجد قانون للتظاهر، للمتظاهر أن يقول ما يشاء ويهتف بما يريد ويطرح من المطالب ما يشاء، وعلى الحكم أن تحميه من أي معارض آخر ومن أي خطأ. حينما يحصل الخطأ والتظاهرة تندفع وتتجاوز الخط الأحمر، هنا التوريطة. ماذا يفعل رجل الأمن اللي هو مكلف بحماية المتظاهر من الخارج وحماية الخارج من المتظاهر؟ ماذا يفعل؟ يقتلهم. لا، هناك كثير من الوسائل اللي لازم يحاول يجرب بها رجل الأمن لمنع المتظاهر من الخروج عن حدود التظاهرة. يدفعهم، يبوس إيدهم، ما يفيد. يضربهم بالهرابات، ما يفيد. خراطيش ماي، ما يفيد. يصعد للغاز المسيل وهو مو سهل هذا العقاب. حينما يخترق التظاهر متسوس ويحاول أن يقتل رجل الأمن، قل لي رجل الأمن ملائكة راح يضبط نفسه وعواطفه وما يدافع عن نفسه عامي شامي؟ هذا يحصل أكيد. لا
ولكن أنت أعلنت هذا التوصيف. صدقني لا يوجد أي تعليم ولا يوجد أي جندي أو أي شرطي قلبه يعطيه ويسهل عليه أن يضرب ابن أنا لا هسه ما راح أتحدث بالنوايا ولا أوامر ولا راح أتحدث بالوقائع. يعني أنت تقول هذا قتل غير متعمد، نعم، ولكن القتل غير متعمد عندما يتكرر كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى هذه اللحظة التي نتحدث يوميا يسقط شهداء ويوميا يسقط جرحى، ومن ثم الغازات المسيلة للدموع المستخدمة الآن لم تشبه مكان آخر استخدمت فيه. وأنت عندما هو متخلف كواقعنا المتخلف، يعني مو في القصة، هي هذه الغازات مثل شارعنا ومثل مدرستنا، يعني ومثل مستشفى المئات من الآلاف في ساحة التحرير، وأنت شفت الصور عندما ترمي القنبلة تجي أكيد راح تجي برأس واحد، أكيد راح تجي، ومع هذا الإصرار ما زال موجودا على استخدام هذا. هذا بوحي من يدير هذا الرعب؟ أليس هذا إرهابا للشعب للمتظاهر؟ هل الحكومة التي استطاعت انت راح تخليني في جانب الحكومة ضد المتظاهر؟ انا بهذه الطريقة انت اخذ الجانب اللي يريحك، انا اتحدث عن صور احتاج منها من العقلاء. لازم تحكي عن صور اخرى ايضا اللي هي حتى اقدر اتفاعل وياك واتعامل وياك. الصور اللي هي القوات الامنية، لا الصورة الاخرى، انت حكيت عن القوات الامنية بهذا الاستعمال السلاح بهذه الطريقة وبهذه الدرجة، لا ضحايا القوة الأمنية. أوكي احكيت زين، أريدك تتحدث لي أيضا المتظاهر ليش يصر يروح يطوق البنك المركزي يريد يصعد له، ليش يصر يريد يغلق الجسور، ليش يصر يريد يعبر للمنطقة الخضراء؟ والله تعرف قديش أنا أخاف إذا راح المتظاهر للمنطقة الخضراء. بكل صراحة أقول لك المنطقة الخضراء مذعورة ومن يسكن فيها مذعورة ومن يسكن بها عنده استعداد يدافع عن نفسه وأولاده وأطفاله حتى آخر طلقة في جعبته. من اللي راح يتضرر؟ أنا مسرور إذا عبروا وعود يعني يحصلوا النصر معنوي، هم دخلوا إلى عقر دار الفاسدين بس يروح لفد 2000-3000 واحد برصاص حي، أنا راح أكون فرحان؟ أنا متأكد لا. ولذلك حينما أقول في الإعلام وأكتب وأصرخ وأغرد أقول يا عمي تركوا المنطقة الخضراء، والله العالم سمعكم في أفريقيا، يعني يسمعكم من ساحة من ساحة التحرير، مو إلا بالمنطقة الخضراء يلا، ولكن والله لم يدفع هذا الشاب وهذه الشابة ويجعل عندهم الإصرار عجيب غريب، ينامون على الجسر ليل نهار ويريدون يعبرون الصبات بأي شكل ويتحملون هذا الغاز المسيل للدموع ليل نهار حتى يعبر، والله من يدفعه الشيطان. أنت تعتقد الآن احنا ضد العنف وضد ان تنفلت الامور وضد ان يذهب البلد الى الفوضى، ولكن سيادتك لاحظت انه هذه قضية المندسين تشبه قضية الجيوش الالكترونية، هي ايضا صناعة حزبية قذرة 100%. ولذلك السيد عادل عبد المهدي بخبرته يجب ان يعرف من هي المغذيات. هذا الذي انا كنت احوم حوله لنصل إلى نقطة نتفق عليه حتى نبرئ شعبنا من العنف ونحطها برأس واحد نقول ذاك حرامينا، حتى نصاف إحنا وحكومتنا نقعد على طاولة واحدة. صحيح. إحنا العائلة البيت يصير بيناتها خلاف. صحيح. بس أنتوا تعرفون المندس بس مرات لسانهم يقصر، وأمام دم أبو زينب أمام دم أكيد بيقبلنا. خلي واحد يطلع شجاع يقول المندس ابن فلان، ابن الكتلة الفلاني، ابن الحزب الفلاني. شفت الصور وحدة من بالنت من يطلع مسدسة من جوا العلم يضرب له متظاهر. هذا متظاهر؟ هذا منين قابض؟ من يا حزب؟ من جهة؟ من يا كتلة؟ السيد ما يدري؟
أنا مو سعيد، والأحزاب والكتل إلى حساباتها الخاصة، ما تخفيه وما تتحدث به هي تقدر مصالحها بذلك. نرجع نلخص حديثنا. الدم غالي، واللي ضحى به على رأسنا سواء من الشعب أو من القوات الأمنية، وفي تقديري الشعب مو هو المجرم ولا القوات الأمنية مجرمة، ولذلك يجب أن نبحث عن هذا الجن. من المجرم الحقيقي؟ جن بصراحة أقول لك، أكو جن خارجي وأكو جن داخلي. الجن الخارجي معروف، هاي الصراعات الأقليمية ماما، والجن الداخلي على قولة الجعفر ذكره بالخير طلع من القمقم وصار بالشارع، ومرة يصير متظاهر، ومرة يصير حاكم، ومرة يلطم، ومرة يطبخ، ومرة يقتل، ومرة يذبح. بس أنا جني من دون جن العالم لا نراه ما يلزم. إيه شنو ما تقول لي إحنا علينا لعنة من نعت الله عليهم وعلى جنهم. أي أيوة والله. ومن والاهم ومن يعرفهم ومن يتستر عليهم. صح. بس أنا أسألك سؤال. في لقائك مع دولة الرئيس، هل وجدت هذا الرجل ما زال متماسكا؟ هل وجدته في أجندته حلا؟ هل وجدته الآن قويا أمام الأحزاب الأخرى؟ هل وجدته قد غادر أهمية المنصب باتجاه أن يكون مع شعبه في حل؟ أم أنه الأمور أكو توصيفات أخرى قد لا تحضرني الآن؟ أنا ليش أنت قلت لي بتعليقك أنت كلش واقف ويا السيد عادل عبد المهدي وقد يكون تكون موعود بمنصب؟ احنا ظنينا جايك منصب حتى تاخذه بالوقت الضايع. انا المنصب يغريني استاذ نجم، لا قيمه له المنصب، انا ما يزيدني ولا ينقصني نهائيا. وما اقدر هم اخسر حريتي وكرامتي من اجل المنصب مهما كان هذا المنصب. وكنا منصب ياخذ من الكرامه ها؟ ايوه طبعا. يعني الان اذا اريد اكتم الحقيقه أو أقلب الحقيقة لأني موعود بمنصب، أنا فقد كرامتي، أنا فقد كرامتي لأنه أنتظر منصب؟ لا والله. وكنا في مواقع وكتل، إحنا نحدد من يصير وزير هنا ومن يصير وزير هناك، ولا أتذكر أن يوما واحدا أو مرة واحدة طلبت لنفسي شيء إطلاقا. المناصب ما تكبر تزغر وتخليك تحت الضوء. ما طلبت لي أن عندك كرامة؟ لو ما عندك ثقة بالعملية السياسية. لا لا لا، أنا أعتقد أحيانا أقدر أضيف شيء نوعي للعملية السياسية. ما طلبت فعلا لأن عندي عزة نفس عالية جدا، هذا واحد. واثنين، أشعر أخسر أغلى ما عندي وهو حريتي. من أصير بالمنصب لازم أنا أصير موظف، والموظف له قانون، له دوام، فلان ساعة فلان ساعة، ما في مجال. فالله كفانا شره ونعم بالله والحمد لله. يعني أنا اليوم ما حد يقدر، ولو أكو كثير جهلة يقول لي أنتوا الحكومة مثلا، أنا أو أكو واحد شوي أثقف منه يقول لي لما كنت بالحكومة ما تحكي ضد الحكومة. هس يعني مرات أنا هاجم الحكم. هذه آراء ما يخالف. إيه لا، يقول لي شو من كنت بالحكومة ما تهاجم الحكومة إلا طلعوك بالحكومة. طيب هي يا حكومة اللي أنت كنت بيها؟ بس نمشي احنا. اللقاء اولا بكل صراحه شفت رجل متماسك ويميز بين استقاله يقدمها للمجهول او للفوضى وبين استقاله يقدمها حسب الدستور. استقاله يقدمها للمجهول، فكك لي فسر لي اياها. يعني هل يعني هو يميز بين انه اكو فوضى وهذه الفوضى يقودها مجهول يقدم لها استقالة؟ والله مو منطق ولا وطنية. هو يميز. أما إذا أكو كتل سياسية بالبرلمان تقول له إحنا 176 77 67 استقيل يستقيل. شنو قصدك فوضى يقودها المجهول؟ يعني تعني التظاهرات الفوضى يقودها المجهول؟ التظاهرات فوضى. لا تزعل من هذا ولا يزعل أخوي المتظاهر. تدري ليش فوضى؟
خطاب موحد بالمطالب ماكو، قيادة تمثله ماكو، حدود جغرافية للتظاهر ماكو، هذا فوضى. وهذه هي المشكلة وهذا هو المأزق. أنا مرة قلت في إحدى القنوات، قلت يا أخوان عندنا معادلة فيها طرفين، طرف فاسد اللي هو النظام، ولكن فاسد معلوم. يعني أنت تفكر بهذا أم الحكومة أيضا تفكر بهذا؟ آني الآن آني أقول عندي معادلة. أنت نقلت عن السيد عادل عبد المهدي أنه لا يقدم استقالته هو إلى الفوضى التي يقودها مجهول، بالتالي الحكومة تعتقد وأنت أيضا تعتقد أنه التظاهرات الآن هي فوضى. أنا أعتقد فوضى. فوضى ليش؟ بسبب أنه لا جغرافيا محددة ولا قيادات محددة ولا مطالب محددة. أحسنت. الآن المطالب وغير محصنة من الاختراق. الاختراق حاصل من جهة حزبية داخلية وخارجية. داخلية وخارجية، خليها كلها. طيب أنت شلون تقبل رئيس وزراء العراق يقدم استقالته لهذا الواقع؟ شلون؟ يعني الآن الذي حصل في لبنان والذي أجبر رفيق الحريري على الاستقالة، هل كان هنالك قيادات؟ هذا موضوع مختلف تماما. ها؟ موضوع مختلف، موضوع مختلف. تظاهرات لمطالب شعب، نختلف بالمطالب لكن نتوحد في الرؤى. أنا اليوم أنا طالع من ضيمي، أنا ما أقدر أفرز قيادات لين تكتبهم. الآن أوكي الحريري استقال، إيش سوى؟ أنت جيب لي ضمانات، أنت جيب لي ضمانات الآن من الحكومة على ذمتك أن يكون هنالك قيادات أنتم ما تقتلوهم، ما تخطفوهم الحكومة، ما تقتله، ما تقتله. أنا باكر أقدم له قيادات، أو المتظاهر باكر أقدم له قيادات. صبا المهدا وينها؟ علي هاشم وينها؟ الأطباء وينهم؟ الناشطين وينهم؟ ذول اللي خطفوا. ما أنت الناس عندها تجربة مع الحكومة إلى الحد التي بدأت تسمي هؤلاء الذين أعطوا دماءهم من أجل الوطن فوضويين. وأقدر أجيب لك، لا أنا ماذا أصف واحد فوضوي، أنا أحسب الظاهرة العامة، أنا أحكي عن الظاهرة العامة. الظاهرة العامة فوضى. أنت تتذكر انتفاضة 91؟ سمونا غوغاء، وذاك انكسرت. انكسرت، سمونا غوغاء. أيوه، ما سقطت النظام. ليش بكل مرة الحكومة تسخمنا؟ مرة نصير غوغاء ومرة نصير فوضويين ومرة بجريدة الجمهورية كتبوا علينا الشيعة أصلهم هنود. احنا وين نولي؟ ذبحونا وخلنا نخلص. هاي راح تصير حلوة منك، يعني مثل ما الوطن أغلى من الدم. بس عزة الشابندر يقول التظاهرات فوضى. لا يعني احترم الرأي، خلينا ذاكر الآن. بس خليني أعرف وأعطي توصيف للفوضى. كل ظاهرة اجتماعية ما بيها وحدة مطالب، ما بيها وحدة قيادة، ما لها حدود، غير محصنة من الاختراق، فوضى. أكو واحد يقول يعني هذا كلام ليس بصيغة الذم، إنما هو توصيف توصيف لما يجري. ما أنا قلت أهلي وأخوتي ومطالبهم عظيمة ومقدسة وهم الطرف المظلوم، شلون ذم؟ ما ممكن أن يكون ذم. ولذلك الآن الطريقة الأخرى اللي ردت أوصف لحضرتك فيها المشهد، أقول عندي معادلة، عندي نظام فاسد طرف بيها بس معلوم أعرفه منه الكتل السياسية، وعندي طرف آخر مظلوم بس مجهول، ما أعرف اسمه. مجهول طبيعي، لأن دا أقول قيادة ما بي. المطالب اليوم تبدأ من رجل شيبة وقورة يريد يفشي، صار له 5 أيام بالتظاهرة. قلت له عمو شو تؤمر؟ شو تريد؟ أنت ليش طالع؟ طلع لي ورقة من جيبه، يريد تعيين الإبنة خريج إعدادية. هذا كله إلى عقول. تريد تغير الدستور وتريد تقلب النظام السياسي. خلي أقول لك أبو زينب، أكون سريع وياك، أنت هذه الفوضى رحت لها، كنت بيها وشفتهم وتحبهم، لكن إلى أي مدى هذه الفوضى كانت خلاقة إلى الحد التي أربكت خطابا سياسيا ما تعرف راسه من رجليها؟ شو سمى الطرف الآخر؟ إذا أسحنا فوضى بالحدود التي تقولها، وهي ليست ذما، لكن أنا توصف خلاقة أحيانا. قد كنت خلاق بهذه الفوضى التي أربكت فيها
قوى سياسية اليوم تدقدق مو بتسوسل بفلان وفلان. أضيف لك؟ إيه أضيف لك. ضيف لي. من آراء عبد المهدي يقول يجب أن تبقى التظاهر لا تعود إلى البيت. هاي العبارة إله يقول أتألم إذا رجعت التظاهرة منكسرة وليست منتصرة. إلا إذن وهو قالها علنا في اجتماعاته في مجلس الوزراء، لولا هذه التظاهرة إحنا هسه ما قاعدين نصيغ الإصلاحات شنو لازم نسوي. هو قالها مو أني، يعني هاي قلناها، قالها بلقاء خاص، بس هاي بلقاءات عامة حكاها. هذا مو مدح بي، وأني ما يخصني، وأني مو مدافع عنه، ولكن أنا أريد أفهم الكتل. لك يا عالم مشكلتكم يا ذول مو يا هذا. بتقديري كمهندس إذا تقدر تسميني في السياسة استعينوا به للضغط على الآخر وإصلاحه. استعين بمن؟ برئيس الوزراء. سؤال، الوزارة والكتل اللي خلفها وقعت، رئيس الوزراء وقع، مع من أتحدث؟ مع البديل الذي سيأتي. مع الفضاء. شلون من يجيب البديل؟ بالآليات الدستورية التي بيادة. ما راح يبقى دستور. وين الدستور؟ ما راح يبقى دستور. يعني الآن بالاتفاقات التي تبحث بها القوى السياسية والتي تقريبا وصلت إليها أنه تبقي على حكومة السيد عادل عبد المهدي وتستبدل الكابينة الوزارية مقابل تعهدات تعهدات بأنه يأتي بكابينة وينفذ مطالب المتظاهرين. أيضا لم يقبلها المتظاهرون. وين الروح؟ هاي هنا أني أسألك أنت محامي الدفاع الآن عن المتظاهرين، وخليتني كأنه مدافع نظام عن الحكومة اللي أنا بالعكس أني ذامها ومحاربها أكثر من المتظاهرين نفسهم. وإذا هم اليوم أنا من 10 سنين أحكي عليهم. نرجع أقول الظاهرة السياسية المنظومة السياسية كلها لازم نفككها. رئيس الوزراء وحكومته شيء، والكتل السياسية والأحزاب السياسية والطبقة السياسية شيء آخر. بالتقديري الحل يمشي بثلاث خطوات وسيقتنع الجمهور. الأولى أكو حزمة إصلاحات سريعة بصلاحية الأخ رئيس الوزراء، يراد لها زيادة. هذه حزمة الإصلاحات، يراد لها زيادة، يراد لها ثلاث أشياء. يراد لها الوتيرة مالتها تتسرع، وتيرتها تتسرع، ويراد إصلاحات أكثر بعد، ما كانت شاملة بس كانت جيدة. الأهم من الاثنين كون أكو لجنة من المتظاهرين يخولها السيد رئيس الوزراء بأمر ديواني لمتابعة التنفيذ. مثلا فلوس للي ما عندهم دخل، أروح لوزير العمل أقول له ما نفذت، يقول لي والله نفذت 100,000 بس تخصيصات مالية ما أجت من وزارة المالية. أروح لوزير المالية أقول ليش ما خصصت؟ إذا شمرني على البنك المركزي أروح البنك المركزي. لجنة متابعة. وهكذا الوظائف والدرجات، أتابع كل حزم الإصلاح واللجنة من الناس. ممتاز. الحكومة قالت لك شنو الحزم؟ الحكومة مستعدة تعطيك شرعية المتابعة. طلع لي ناسك أنت المتظاهر، من هم اللي يتابعون؟ هذا فقرة. الخطوة الثانية بالإصلاح تعديل وزاري حقيقي. الآن خلال 17 أيام كون يتحقق هذا الموضوع. التعديل الوزاري مو أجيب أسماء، أجيب غيرهم أسماء ثانية، لا مو هذا الموضوع. لا، هذا التعديل مشروط من نوع جديد. هذا التعديل يتحمل مسؤوليته رئيس الوزراء. لازم يقولهم الكتل السياسية يا أخوان هذا ما يسمى بالاستحقاق الانتخابي اللي عنده 15 نائب عنده وزارتين
تنازلوا لنا عنه هسه، كفروا عن سيئاتكم، رجعوا لورا، روحوا للبرلمان رقابة وتشريع، انطوني شنو هي مواصفات الوزير اللي تريدوها، أنا أجيب وزراء بيهم هاي المواصفات. المواصفات هو الذي يحددها، هم لأن هو الذي سيتحمل، هو الذي يتحمل المواصفات مسؤول. ممكن الاتفاق عليها وهي بديهية. أنا راح أنطيك أدلة الآن أستاذ عزت، وأنت ابن المشهد ومراقب، هذا لن يكون بدليل في عز الأزمة نفسها كانت هنالك خطوات تدلل على أنه لن تكون هنالك جدية ولن يكون هنالك فهما لما يجري. أعطيك مثل، عندما أقدم البرلمان على تشكيل لجنة لمراجعة الدستور وضع فيها أسماء يهتز منها العرش بالفساد، لأن هي اللجنة الدستورية لا خلي أكمل لك، وتريد أنت اليوم السولف علي اللي أنا أبوه مستلق أم الديني حرامية تكتب لي تعدلي لجنة كتابة الدستور؟ هذا واحد. ترى المتظاهر ذكي والعراقي ذكي بس الوقت أغم. شيء ثاني، لما أنتوا اجيتوا تحققون بدم الناس، حكومة تحاسب حكومة بالتقرير الحكومي اللي نعرف المندسين والقناصين، لا حطيتوا لكم مستقل ولا حطيتوا لكم ناس خارج الحكومة ولا خليتوا لجنة لمراقبة كتابة التقرير، وبالتالي ازدادت الأزمات. إذا نبقى بهذه الدوامة الحكومية لن نخرج، لأنه لحد الآن لم نشاهد نوايا حسنة باتجاه إيقاف النزيف، لكن نجد خطوات تدلل على أن القوى السياسية متمسكة بمنافعها، وهذا الذي أنت الآن أسميته بالاستحقاق الانتخابي. بدلالة يقول لك أنا ما أتنازل، لكن عنده قدرة أن يلمع خطابه، لكنه واقف عند النقطة الأصل، منفعتي. زين، نرجع للحديث. الخطوة الأولى حزمة الإصلاحات ولجنة خاصة للمتابعة. الخطوة الثانية تغيير وزاري كبير ملحوظ جدا، والسيد رئيس الوزراء يتحمل تشكيل الحكومة البديل. وهناك حديث عن اتفاق بين رئيس الوزراء والكتل أنه هي تحدد له بوصفات معقولة للوزير، كفو، نزيه، ما عنده سجل جنائي، مستقل، ما مشمول بالمساءلة والعدالة، وطني مش طائفي، عليه النقاش هذا المعايير؟ لا، بس مستقل شوية ناقشوها بس تمشي. يعني مستقل عن ماذا؟ لا، وهم ما حزبين يريدون يرشحون قد واحد حزبي مثلا، هاي نوقشت. المهم على الأقل 5 من 6 مواصفات ومعايير للوزير مقبولة عند الكتل ومقبولة عند رئيس الوزراء. قال لهم وصفوا لي الوزير الناجح، لا تسموه، أنا أسميه. أنا في تقديري جدا الوقت مناسب، وحينما يزداد الضغط على السبب فيما وصلنا إليه يرجعوا لي وراء ويتنازلون على هذا الحق، ويتنازلون صدقا مش كذبا. سبق وأن أكو كتل قالت نحن لا نريد وزارات، نخول رئيس الوزراء بأنه هو يجيب وزراء، بس ما صدقوا. الدليل هم يتقاتلون على مدير عام، شلون يتنازلوا عن وزارة؟ طيب، فهذه الخطوة الثانية تعديل وزاري حقيقي يتحمل عادل عبد المهدي مسؤوليته. الفقرة الثالثة هو الإصلاحات في النظام السياسي. هذه راد لها تعب، يعني مو ترمى جزافا، تعديلات دستورية مو قوتل، التعديلات الدستورية لازم يقعدون خبراء، مو مثل اللي سلقوا الدستور بال2005. خبراء، ممكن خبراء أجانب، يمكن علماء في الدستور والقانون الدستوري من جامعة بغداد والجامعات العراقية، نعم، يمكن خبراء عرب. أقول التعديلات الدستورية فقرة مهمة جدا. الكتب الدستور هو مكونات مجتمعية مش كتل سياسية أصلا، يعني مكونات سياسية مجتمعية، شيعة وسنة وكرات بكل صراحة. نعم، هاي المكونات المجتمعية تعبر عن نفسها بأحزاب سياسية وكتل، ولكن أصل الموضوع مكونات مجتمعية،
كل مكون حاول أن يحفظ وجوده. هذا الكلام دقيق جدا وهذه الرؤية منطقية جدا إذا كانت مطالب المتظاهرين هي بهذا الاتجاه. لكن مطالب المتظاهرين ليست بهذا الاتجاه. مطالب المتظاهرين تعديل دستوري مو مطلب؟ لا، الآن تعديل الدستور ليس من أن يعدل على يد ووجود هذه القوى السياسية. أنت مستمع لهذا. مشكلة الشعب الآن يؤمن أن العملية السياسية الحالية في نسختها من عام 2018 لحد الآن هي مزورة وهي غير منتخبة، وبدليل أنه 80% من الشعب لم يذهب إلى الانتخابات، وهو يريد انتخابات مبكرة واستبدال حكومة. هو هاي كلها بالإصلاحات، بإصلاح النظام السياسي، انتخابات مبكرة. أنت اقترب منه الآن، اقترب منه هسه الآن. إذا أنا أريد أطرح عليك، أنت طرحت الآن رؤية للسياسي مفكر متابع، هذه رؤية. أنا أريد أقول لك رؤية الشعر، قل لي المتظاهر يقول لك أنا أريد حكومة إنقاذ وطني مصغرة، تعديل قانون الانتخابات، مفوضية مستقلة، انتخابات مبكرة. كل زين. هاي الحكومة. أنا ما راح ما أريد أحكي غيرهن بصراحة. يعني حينما يشكل عادل عبد المهدي الحكومة الجديدة يجب أن تكون مختصرة فعلا، ويجب أن تكون حكومة إنقاذ آخر عمر لها سنة. أي. طبعا يعطوه حد ويقولوا له سويهن ذني إصلاحات. هاي الإصلاحات إصلاحات النظام السياسي أقول تبدي من بعد تعديل الدستور وتنتهي بانتخابات مبكرة ترافقها قانون انتخابات جديد، مفوضية تتغير، مجالس المحافظات تنحل، مدري شنو نغيره، مجلس خدمة نفعله، يمكن الناس تقول يسوي لنا مجلس شيوخ أو مجلس أعيان، يسوي حالة توازن مع مجلس النواب. في هواية رؤى ناضجة لتعديل النظام السياسي. ننتقل إلى نظام رئاسي، ننتقل إلى نظام شبه رئاسي، نبقى نظام برلماني ولكن مع اختصار البرلمان، بدل ما كل 100,000 يمثل النائب بس الآن بطوا 213 بدل 329 في قانون الانتخابات الجديد. وهم هواية إيه 200. والله بتقديري لازم كل 300,000 عندهم ممثل، مو كل 200. زين الآن يعني خليني أكمل الصورة. فإحنا أقول إذا عرض انعرض يعني مشروع الإصلاح بهذه الطريقة، حزم إصلاحات سريعة مراقبة من قبل الشارع، تغيير وزاري حقيقي ومختصر، ويطلق عليه حكومة إنقاذ لأنه راح تتحدد لها سنة، مو ومطلوب من عدها الشيء الثالث تسوي إصلاحات سياسية. زين إذا هذا أطلق هو وعليه تعديلات، يمكن يزيدون يمكن ينقصون يمكن يجملون، الشارع إيش راح يسوي؟ يرجع البيت؟ لا، يبقى ينتظر. وين يقعد؟ بالشارع. يعني يبدو هالشكل. لا، أسألك سؤال، هل تستطيع حكومة أن تقدم هذا المنجز الكبير اللي قاعد نحكيه وهذه الإصلاحات في ظل حياة متوترة؟ لا. فلازم المتظاهر أيضا يساعد الحكومة على أنه تمشي في طريق الإصلاح. مو المشكلة الحكومة يعني لم تبقي لها ودا عند الناس، استنفذت صبرهم. مراح نشيلها. هو هذا هذا التغيير هو تغيير الآن الحكومة. نحتاج إلى وسطاء ونحتاج إلى حكماء. حظيم. ونحتاج إلى ناس يقتنع بهم المتظاهر قبل الحكومة، أنه يفككون هذه المعادلة باتجاه الرؤى التي أنت تطرحها. الحل موجود، لكن كيف نعيد بناء الثقة؟ احنا نبوس ايد المتظاهرين، خلي يقولون ذولا يمثلون نثق بيهم، اللي يثق بي المتظاهر الحكومة تثق فيه، انا ضامن. انت جلست معهم واستمعت الى حواراتهم ووجدت البيئة والمناخات الثقافية التي يمثلونها. لديك صورة، وقلت لك انه الان الناس اصبحت الحكومة اوصلت لهم فكرة ان الحكومة خصومهم، وبدلالة انه المخطوفين الان وينهم؟ انت شايف جهة سياسية تخطف بنية؟ احنا ما سمعنا. ليش تقول تخطف؟ ليش تقول توقيف؟
والتوقيف للدولة عند الدولة، يندق الباب يقول له فلان عندي متهم بالمادة الفلانية، طب مرض القانون يحاسبه. لكن هذا دوره بالسما ما يلقى، هذا دوره بالقاع ما يلقى. هذا نسميه مخطوف، يمكن هو موقوف. يعني دولة تاخذ صبا المهداوي وما تعلن عنها؟ احنا ما ندري صبا فعلا مخطوفة او موقوفة او لا، هي نايمة ببيتهم. الدولة لا تمارس الارهاب بملثمين وسيارات وتاخذ واحد. خذها مني. اي. لا احد يعرف الحقيقة. لا احد يعرف الحقيقة. نعم. ليش؟ انا ما اعرف الحقيقة. انا ما متأكد هي موقوفة او مخطوفة. بس يعني مغيبة. اقول لك؟ وخلي يسمعوا الناس. اكو كثير من الاسماء خافت وانسحبت ونامت ببيوتها، ولكن بعثت رسائل انها خطفت. خذها من هاي الشيبة. انا اعرفهم، مو يعني هؤلاء، واحد قال لي هؤلاء اللي مثل ما يقول الجماعة يردون يطشون، وهذه لغة الجبان. هذه لغة لا انت تستعملها ولا شنو؟ لغة الجبناء. انه هو ينام ببيته ويقول انا انخطفت حقيقة. نعم حصلت مثل هذه، لكن حالات محدودة. صحيح، حالات محدودة لا تعمم. تمام. مثل ما بالدولة أكو حالات تمثل أهلها لا تمثل حكومة، مثل هذه لكن لا تعمم. لكن هذا تعودنا عليه، قضية الخطف. صحيح. يعني تبو ذاك اليوم طلعت عندنا المغيبين 2000 من 3000 جثة، ليش احنا هذا المنهج؟ مو جديد، مو جديد طبيعي. اما انه واحد ينام، وهذا احد علامات، وهذا احد علامات فساد النظام. الان نحن نتحدث عن الحكومه ونتحدث عن المتظاهرين عبر الهواء مباشره. نعم. ها، وقد نقتل. انت تقول الان انا قعدت في المتظاهرين وشفت هوايه منهم، اعتقد هم مدركين ان عدم وجود مفاوض عنهم هو نقص، مدركين ماكو وحدة مطالب هو نقص، وأكو هنا هواية ناشطين رائعين الآن هم دا يشتغلون ليل نهار باتجاه توفير هذين العاملين. زين، يعني قبل ما تجي أنت كانوا عندي، كانوا يمك، واليوم ساعة 8 يجوا عندي. ليش اختاروك؟ لأنه أنا مو حكومة، ولأنه هم منصفين شافوني أني أنت صديقي. أي ونعم الصديق. خلي أقول لك قضية. نعم. أنت وين قوتك؟ الحكومة تحتاجك والمتظاهر يحتاجك، هي هاي الحقيقة. لو أنت تسوق نفسك، أنت تعرف أكثر مني. أنا أعرف مو اليوم، يعني أنت لديك رأي، لكن الآن أن يقبل من الحكومة ويقبل المتظاهرين، إذا أنت تمثل قائد منهم، لكن قد لا تريد أن تعلن. قائد من من؟ بالتظاهرات. يجوز ما تريد تعلن. أنا موجود بالتظاهرات. موجود بالتظاهرات ويقبلونك. موجود. ليش قبلوك؟ وأدعم. ليش قبلوك؟ أدعم. قبلوك ورحت وقعدت وياك. أدعم بالحماية. اعلنها يا أخي. وبالفكر وبالتحديد وحتى في الإغاثة وحتى في الطب. أنت تمثل جهة بالتظاهرات؟ لا. لو طلب منك. أنا مرشد. أنا أرشد التظاهرة. أنا سامع قلت قبل وظيفتي أرشح وزراء، أسوي وزراء. هسه أرشد المتظاهرين. هسه الآن أنت تصنع تظاهرات. نعم، مو أصنع، أرشد التظاهرة. ترشد التظاهرة. أي والله. اليوم البارحة العفو ممثلة يونامي ذهبت إلى السيد السيستاني. منظمة دولية بثقل الأمم المتحدة. لماذا تريد رأي المرجعية؟ هل سيكون لقرارها الدولي بموافقة المرجعية ثقلا، أم أنها تريد أن تستطلع رأي اللي تبني على قرارا، أم ماذا؟ سببين. يعني أولا المرجعية لا نقاش في ثقلها ودورها واحترام شريحة واسعة من الناس لموقفها وقرارها، معروف يعني، وتعرفه الأمم المتحدة وتعرفه حكومات العالم. وثانيا كثير صارت ادعاءات عن المرجعية، يعني حتى الخطبة مالتها كل واحد صار يحتكر التفسير لنفسه. فهاي المرة راحت لهذه الجهة حتى تقف على الحقيقة، وممكن جدا تستعين بقدسيتها لتمرير حلول. أنا كنت أتمنى دائما من ألتقيك الوقت يكفي، لكن خلص الوقت مع الأسف.
الأستاذ السياسي المستقل عزة الشابندر. عزيز شكرا جزيلا على هذا الله الحوار يخليك. سلام. تقبل تحياتي. تحياتي ممنون. حبيبي أنت. شكرا لكم مشاهدي التغيير، غدا لنا لقاء في قضية عراقية أخرى، تقبلوا تحياتي.